الدوليه للزوالي الاولويه في الاراضي الدوليه. جبنا قريه الحب وقريه الصدق وقريه الرجله وقريه الكرم والجود في كل ملف حراك اجتماعي ينجح في انه يوضع السلطه هذه في الزاويه باش نراو نفس الوجوه التعيسه تخرج وتنعق وتشتم وتشوه، التي شوهت اهالي جمنا والتي شوهت اهم تجربه للاقتصاد التعاوني التشاركي اللي قاوم الفساد اللي شاركوا فيه المواطنين اللي تم توظيف مرابيحه لخدمه الصالح العام. يا خشيد يا سمسار باع الجمنا بالدينار للزوالي الاولويه للاراضي الدوليه والزوالي الاولويه في الاراضي الدوليه. بدينا من هنا وباش نوسعوا بلجان جهويه في مختلف المناطق اللي تساند جمنا وهي المناطق تاع البلاد الكل، وفما مناطق اهم لانه فيها قضايا شبيهه بقضيه جمنا من الدهماني والشويقي ودشره الحجاج وغيرهم من البقايا اللي المحاكمات صارت فيها، والحاكم معناها قاعد ليش وهز راسه ويجاوب على القضايا العادله، قضايا العداله الاجتماعيه، قضايا الاقتصاد الوطني صحيح، قضايا منوال التنميه صحيح، قضايا شعارات الثوره روح الثوره صحيحه، قاعد يجاوب احكام سجنيه ومسيب ناس في البلاتوات يشوهوا ويغالطوا ويكذبوا ويزيفوا في الحقائق. الى حد الان لم يتم تسليم الجمعيه مقترح كتاب يمكن التفاوض عنه بطريقه مباشره. الحكومه والوزراء تعطي في مقترحات وافكار، لكن الى حد الان لم تقدم حل مكتوب يمكن التفاوض عنه مع اهالي جمنا مع ابناء جمنا باش يمكن يكون رد الجمعيه واضح للمقترح هذا. الجمعيه فاتحه بالحوار، هي المحاور الوحيد للسلطه، متمسكه بحل كتابي واضح يضمن عداله القضيه والحفاظ على ارض جمنا.